طيب اقعدوا واديهالك. يلا بحب انا الحاجات اللذيذه دي. كاتبين لي عاملين لي كارت كده جميل وبطريقه معينه وبتسحب كده، مش هيبان قوي في الكاميرا بس لذيذ قوي. بحب الحاجات دي. تسلم ايديك يا حبايبي. قول لي يا بنتوخي ليه بقى غيرنا الساعه؟ انا حاسس ان في ساعه اتسرقت مني. يا عيني حضرتك كمان عارفه ان الامتحانات قربت ومحتاج كل دقيقه من وقتي. ما ينفعش كده. لا اهدى بس اهدى. ما هو ما ينفعش. استنى بس، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه عليه الصلاه والسلام. بص يا بنتوخي، هي الساعه اللي انت بتقولي سرقت منك دي هترجع تاني ان شاء الله لما ارجع للتوقيت الشتوي، ما تقلقش. ولكن كده كده خلاص، هي الساعه دي كانت امبارح بس اللي هو الساعه 12 بالليل لما ايه خليناها الساعه 1 زي ما اتفقنا. أيوة. لكن خلاص بعد كده احنا هنتعامل عادي بمواعيدنا، ما فيش اي مشكله. هتنام عادي في ميعادك وهتصحى عادي في ميعادك. بس الساعه دي ليه بقى في حاجه اسمها توقيت صيفي؟ حد يعرف؟ طيب انا هقول لكم. التوقيت الصيفي ده بيخلي النهار اطول، بيخلي المغرب بيدن متاخر شويه، متاخر ساعه، يعني هيدن مثلا 7:30 8 الا ربع 8 كمان، فالنهار هيبقى اطول، فالوقت اللي احنا هنقضيه في النور هيبقى اطول، فهنقدر نوفر في الكهرباء صح، لان مش هنبدا نفتح الانوار بقى غير من بعد المغرب، فاهم قصدي؟ وبعدين ده ايه؟ ده الصيف، يعني خلاص هنمتحن وناخد الاجازات، فيبقى بقى اليوم طويل ونقدر نخرج بقى براحتنا في النور. ايوه صح. أيوة يا بنتوخي، حتى التمارين والحاجات اللي عندنا كده، لما يبقى التمرين مثلا الساعه 8 هيبقى لسه الدنيا لطيفه ما ليلتش قوي. أيوة فهو صح بيبقى صح. لذيذ قوي. خلي بالك ده كان موجود زمان، يعني التوقيت الصيفي ده انا كنت وانا صغيره كان عندنا توقيت صيفي وشتوي، فقالوا فتره بس هو ملغي ورجع تاني، فهو لطيف جدا جدا، وبتحس بقيمه اليوم اكتر في الصيف. وفي الشتاء بقى نرجع للمواعيد ايه بتاعتنا تاني. يا مسهل يا مسهل. بصي يا ام سلمى، انا كده فهمت. طيب الحمد لله. عندي بقى سؤال تاني صغير كده. اسالني. قولي لي بقى ايه اكتر حاجه عجبتك في التلفزيون السنه دي في رمضان؟ ده رمضان كان جميل قوي السنه دي، عشان حاجه يا بنت عجبتني جدا. إيه؟ وبصراحه الحاجه دي كانت هنا بقى عندنا في قناتنا، قناه الحياه، التراويح. صلاة التراويح كانت بتتنقل كل يوم على قناه الحياه من مسجد سيدنا الحسين، كانت حاجه جميله. انا زمان يا بنت اخوانا صغيره كنا دايما نسمع صوت التراويح من عندنا ومن عند الجيران. أيوة. والاصحاب بيبقى مالي كده الشوارع، وبتبقى حاجه حلوه قوي. فدي كانت حاجه حلوه قوي الحقيقه من قناه الحياه، وانا كنت مبسوطه جدا بيها. كان بس مباشر طبعا. مع صلاة التراويح بتتنقل من مسجد سيدنا الحسين كل يوم، والشيوخ بقى صوتهم جميل. لا كانت من احلى الحاجات بصراحه اللي انا سمعتها او شفتها السنه دي فعلا في التلفزيون. يمكن احلى حاجه حصلت بالنسبه لنا في رمضان في التلفزيون السنه دي. فكانت حلوه قوي يا بنت. الحياه بتجيب لنا الحاجات الجميله. انا بقى عملت حاجه بقى يا ماما سلمى، احسن حاجه حصلت لي في حياتي. ايه احكي لي، ايه بقى عملت ايه في رمضان؟ انا شاركت مع زمايلي في قناه الحياه في الدوره الرمضانيه اللي عملتها الشركه المتحده. بجد بقى كانت من اجمل الحاجات اللي حصلت لي، وكمان اخذنا المركز الاول. ايوه صح يا بنتوخي، انا كنت متابعه فعلا، وقناه الحياه كانت المركز الاول. دي حاجه حلوه قوي بجد. يوم جميل جدا طبعا، كلنا فرحنا جدا بقى. صح. وكان معانا بقى ناس مهمه قوي في الفريق. مين بقى؟ احكي. كريم حسن شحاته. طبعا كابتن كريم طبعا. واحمد سعيد وحسام حسن وعمرو الحلواني، كلنا كنا تيم قوي جدا جدا، وكسبنا المركز الاول وخدنا الكاس. الله. صباح الفل عليكم والله يا جماعه، يعني رفعتوا راسنا وجبتوا لنا الكاس، ودي حاجه حلوه قوي. انا عايزه اقول لك ان الدورات الرمضانيه دي برضو حاجه من الحاجات الاصيله جدا في رمضان. انا برضو من وانا صغيره كان دايما برضو الأصدقاء والصحاب والزمايل في الشغل يعملوا دورات رمضانية، ودي كانت حاجة لطيفة جدا الحقيقة السنة دي من المتحدة. وأنا يعني أنا ببارك لزمايلنا كلهم في قناة الحياة وفي المتحدة عموما اللي شاركوا في الدورات الرمضانية دي، وببارك بقى لقناة الحياة وأستاذ محمود التوني على الكاس، لأن قناة الحياة هي اللي خدت الكاس في الدورة الرمضانية الجميلة قوي دي. حريفة قوي، كانت حاجة حلوة قوي بصراحة فعلا. فريق حريفة، فريق الحياة. أيوة حريفة، عندك حق يا منتوخي. صح. احنا بنلعب هنا ولا ايه؟